صباحات النجاح والتميز والإبداع، وتستمر المرأة العمانية في تسطير اسم عمان بأروع الصور في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وضمن أكثر من 100 متنافس من مختلف الدول العربية، حصلت طالبة دكتوراه بجامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في منافسات الملتقى الشبابي الكويتي والعربي الثالث بمشروع علمي تحت عنوان تحسين أداء عملية التقطير الغشائي لتحلية المياه باستخدام أنابيب نانونية كربونية مشتقة من مخلفات النخلة العمانية. يسرنا مشاهدينا أن نرحب وأن نبارك بضيفتنا في الاستديو أميرة بنت سليمان الغريبية، طالبة دكتوراه بهندسة كيميائية وعمليات تحويلية بجامعة السلطان قابوس والحائزة على المركز الثاني في الملتقى الكويتي العربي. أهلا وسهلا بك أميرة، نورتينا وشرفتينا ومبارك لك هذا التميز والتفوق. أهلا وسهلا فيكم جميعا، شكرا أول شيء على الدعوة والله يبارك فيكم، شكرا على المقدمة. يا مصطفى سهلة يا أميرة، بكل غبطة وسرور حقيقة سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، ونبارك لك أيضا هذا التتويج، ودائما أبناء عمان حاضرين في مختلف المحافل فهذا ليس بغريب أبدا. صحيح. مشروعك حصل على المركز الثاني ضمن أكثر من 100 متنافس ما شاء الله. نعم. فجميل أن نعرج للمشاهد الكريم ونعرفه حول في البداية كيف جاءت فكرة مشاركتك في هذا الملتقى. في البداية هذا ما أول مرة يعني أشارك فيها في منتديات وأشارك فيها ملتقيات ومؤتمرات ومسابقات ما شاء الله. أنا حتى قبل كذا يعني فزت في كذا جائزة محلية وعالمية ما شاء الله. أيوة، بس هي فكرة المشروع بشكل عام كانت من بداية 2018، إنه من خلال البحث إحنا اكتشفنا إنه معظم التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة حاليا لتحلية مياه عبارة عن تكنولوجيا قائمة على توليد ضغط، والضغط في العادة يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى طاقة، والطاقة صحيح. تحتاج إلى مكلفة ماديا نوعا ما. صحيح. فإحنا دورنا واحدة من الأدوار اللي نقوم فيها هي نحاول أن بقدر الإمكان هذه العمليات نقلل تكاليفها. فهي الفكرة أنه نقلل شوي الاعتماد على هذه التكنولوجيا اللي معتمدة على الضغط، ونتجه إلى تكنولوجيا أخرى ممكن تعطينا نفس النتائج ويمكن أفضل بأقل طاقة مستخدمة وأقل مادة. ففكرة التقطير الغشائي تكنولوجيا جديدة تعتبر نوعا ما، يعني بداية الستينات تم اكتشافها لأول مرة. فهي غير قائمة على الضغط ولكنها عملية فصل حرارية، يعني احنا نفصل او نحل الماء بطريقه حراريه من خلال ان نستخدم غشاء، هذا الغشاء مسامي مثل الفلتر، بحيث انه نعمل فرق في درجات الحراره بين اطراف هذا الغشاء، ومن الجانب الاول يكون ماء مالح بس الجانب الثاني البخار يتدفق عبر هذا الغشاء، في الجانب الآخر نحصل على ماء نظيف يمكن استخدامه في تطبيقات عديدة. ممتاز جدا. أيوة. إذن مشروعكم جاء يعني كحل بديل لمشاريع أخرى قد تكون مكلفة، قد بالضبط. تكون مجهدة في بعض الوقت. طيب خبرينا لو تم تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع كيف سيتم الاستفادة منه وأين سيتم استخدام هذا المشروع؟ هو إحنا صنعنا الجهاز موجود في المختبر واشتغلنا عليه ما شاء الله، وحصلنا نتائج وحتى نشرنا أوراق علمية عليه، وإحنا قدرنا الحمد لله نحسن وظيفة الغشاء. إحنا حتى الغشاء صنعناه بروحنا يعني في المختبر، حسنا وظيفة الغشاء اللي صنعناه بمقدار 40% من الأغشية الموجودة في السوق. فهذا يعتبر يعني إنجاز، وتحسين أداء هذا الغشاء بادي من مادة خام اللي هي مخلفات النخلة العمانية. فإنه الكفاءة وأداء الغشاء متطور يعني عن الأغشية التجارية التقليدية المستخدمة حاليا في السوق والمستخدمة أيضا صناعيا وتجاريا. فما بس إحنا عززنا الكفاءة والتدفق البخار، وبالتالي كمية الماء النظيف في الساعة الواحدة أكثر بكثير من الأغشية الموجودة في السوق. إحنا طولنا عمر الغشاء، وبالتالي ما محتاجين نبدله في كل فترة قصيرة يعني. نعم. عمره أكثر، المسامية ماله أكثر، يعني كمية الماء النظيف أكثر. ممتاز. كراهيته للماء، وهذا شيء إحنا نحتاجه في هذه العملية، في عملية التقطير الغشائي. وفي كثير من الخصائص اللي طورناها وحسناها فقط عشان نعزز أو نمهد الطريق لهذه التكنولوجيا إنها تشق دربها يعني صناعيا إن شاء الله. واقتصاديا. جميل.
إن شاء الله. جميل. إن شاء الله تعالى. جميل. طيب أميرة، يعني في الملتقى الكويتي العربي هناك مشاريع جدا مميزة ومتفردة في ذات الوقت، أكثر من 100 متنافس مثل ما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، ولكن لجنة التحكيم ولجنة التقييم اختارت مشروع أميرة ليحصل على المركز الثاني. من وجهة نظرك الشخصية، لماذا تحديدا مشروع أميرة؟ هو كان عندهم كذا جوانب يقيموا فيها المشاريع، والمشاريع كانت كثير متميزة هذه السنة من كل الدول العربية. ممتاز. وفي كثير براءات اختراع أيضا، ما يعني مشاريع مش عادية، متميزة كانت، وفي كثير أوراق علمية تم نشرها، يعني بيست من المشاريع اللي عرضوها المشتركين. ما كانت منافسة سهلة يعني، ولكن هم كان عندهم جوانب أكثر شيء تسويقية مادية، الفئة المستهدفة، هل هو أخضر، هو مستدام، لأنه مسمى الملتقى هذه السنة كان دور الشباب في الاستدامة واستدامة المياه. نعم. في التنمية، في الاستدامة التنمية شيء كذا، واستدامة المياه، فكان عندهم جوانب يعني كذا هذه المرة مخصصة نوعا ما، فالحمد لله يعني. وانت كنت قدها أميرة. الحمد لله. الحمد لله. بذلنا جهد يعني. الحمد لله. نحن بين فترة وفترة في قهوة الصباح نستضيف مشاريع عمانية فازت، سواء كان يعني محليا أو إقليميا أو دوليا، وما شاء الله مشاريع بحثية يعني متميزة جدا، ودائما تحصد على المراكز الأولى. فأميرة، كيف ترين اليوم المشاريع البحثية في سلطنة عمان؟ هو الحمد لله احنا ما يميزنا، حتى كانوا مشتركين من الدول العربية كانوا يقولوا لنا احنا الدفعة العمانية اللي رايحة، احنا كنا 6 عمانيين ما شاء الله. ايوه، فأوجه لهم تحية طبعا، كلهم 6، كل التحية والشكر لهم. فكل المشتركين وحتى لجنة التحكيم كان دائما يقولوا دائما المشاركات العمانية مختلفة مميزة. ايوه، في كل يعني الملتقيات اللي عقدوها قبل كذا. فاحنا يمكن ما يميزنا هو الدعم والتشجيع ويعني البحث العلمي طبعا، وجامعة سلطان قابوس وكل الجامعات والكليات، وخاصة أحس في السنوات الأخيرة يعني التركيز على البحث العلمي صار كبير، لأنهم حسوا بقيمته يمكن، وصاير يعني يوصلوا الحمد لله. الحمد لله. فيعني شيء طبيعي إذا الطالب وإذا الباحث حصل هذا الدعم. ممتاز. فطبيعي الحمد لله إنه نوصل. نعم. وبنوصل إن شاء الله بإذن الله دائما. ونحن أكيد سعداء وفخورون أنه فعلا شابة عمانية في محفل عربي مثل هذا الملتقى الكويتي العربي أنك تحصلين على المركز الثاني وتتوجين أيضا بهذه الجائزة في مشروعك. فسؤالي القادم عن مراحل اشتغالك أساسا إلى أن وصلت إلى هذه النتائج اللي وصلت إليها من خلال مشروعك البحثي العلمي. ما كانت مرحلة سهلة أبدا. بدأنا المشروع من 2018، فقريب 5 سنوات يعني الحين شغالين على المشروع. طبعا بديت كجزء من رسالة الدكتوراه، أنا طالب الدكتوراه، فبديت فيها في البداية من 2018، بس مشكلة أنه بعد كوفيد وكورونا وكثير صعوبات وتحديات صارت في ذيك الفترة. صحيح. فمعوقات كانت ممكن أسميها، بس أنه الحمد لله قدرنا يعني. فأول سنتين كان أول سنة كانت بس بحث، كانت شو هي المشكلة، كيف أقدر أعالجها، هل المواد متوفرة، لازم موادنا موجودة في عمان عشان أحل مشكلة موجودة في عمان، فاختيار النخلة العمانية، كيف أحول النخلة العمانية لشيء ممكن أستفيد منه في هذا التطبيق، فهذا كان تحدي ما موجود مسبقا. فباشرة أول ما حددنا بعد السنة الأولى حددنا الأهداف، حددنا إحنا شو نريد نسوي بالضبط. 3 سنوات البقية كانت أصعب سنوات على الإطلاق. تطبيقها من فشل، نعيد مرة ثانية التجربة، فشل آخر، نعيد مرة ثانية التجارب، بس الحمد لله السنة الماضية فقط يعني إنه كل شيء كان تمام، عندنا نتائج إيجابية وبروميسينج إنه في شيء ممكن نطبق عليه أشياء قادمة إن شاء الله. فهذه مجرد بداية يعني. إحنا الحين ما سوينا شيء. قدها حقيقة يعني، تخطيت كل الصعاب إلى أن وصلت وحصلت على هذا المركز اللي يعتبر مش سهل أساسا من بين 100 منافس ومتنافسة. طيب أميرة، خبرينا عن الإضافة اللي أضاف لك إياها هذا الفوز وهذا المشروع أنه يتوج ما بين مشاركين من مختلف الدول العربية. هو كطالبة أكيد دعم وتعزيز لي نفسيا ومعنويا أنه أقدر وأكمل وأكمل المشوار إن شاء الله. وكعمانية طبعا كنت فخورة جدا وسعيدة، وخاصة لما رجعت عمان، أنا ما كنت يعني عاملة حساب لهذا كله، بس أول ما رجعت عمان يعني الدعم لإعلامي وأهلي وكلهم يعني، ما بس أهلي، حتى يعني كل حد، فكثير شكرا يعني على هذا الدعم
اللي تلقيته من كل العمانيين، و... وانه ضاف لي انه اخيرا يعني بعد هذا التعب، بعد هذه التحديات والصعاب، 5 سنوات ايوه انه انسمعت فكرتي وانسمع صوتي، ما بس داخل عمان حتى خارج عمان. الحمد لله. هذا بالنسبه لي يعني ممتاز. نحن راح نرجع الى موضوع ما بعد الفوز، ايش الخطه اللي في بالك، ولكن قبل ذلك انا خاطر اعرف يعني اهميه فعلا انه الطلبه والطالبات وهم على مقاعد الدراسه انهم يشاركوا في مثل هكذا محافل، هكذا ملتقيات، هكذا منتديات، يعني على المستوى المحلي وعلى الصعيد العربي كذلك، فعلا اهميه انه وجود الطلبه في مثل هكذا محافل. هو طالب الدكتوراه والماجستير اكثر شيء، وطبعا الحين بادين يشجعوا طلاب بكالوريوس ايضا، ما يكونوا بس اكاديميا نشيطين، انه نحفظ الامتحانات، اتخطى الامتحان خلاص اللي بعده الامتحان القادم، لا، المفروض الطلاب الجامعيين اليوم لازم يكونوا نشيطين بحثيا. فهذه من خلال البحوثات، من خلال البحوث اللي هم يسووها لازم يكونوا نشيطين محليا. صحيح. وعالميا وخليجيا، يسمعوا أفكارهم، تبادل أفكار، ما بس تستنسمع فكرتي. حتى في هذا الملتقى كان كثير في أفكار شاركنا، تناقشنا في كثير، حتى الشخصين مثلا عندهم أفكار مختلفة ربطوهم مع بعض لإنتاج منتج جديد. فهذا الهدف، يعني أنه عندنا فكرة نطلعها نسمعها الناس، يمكن يكون في فرص أخرى موجودة هناك يعني ما نعرف، سبحان الله. صحيح. فهذه يعني دائما الحين في تشجيع لكل الطلاب في كل المراحل، أنهم المشاريع جدا مهمة، البحوث جدا مهمة، البحث العلمي جدا مهم دراسيا وبعد الدراسة، ففي جميع الوظائف. يعني ما لازم أنا أكون باحث عشان أشتغل على البحث. صحيح. ما لازم أكون أكاديمية أنا أشتغل عشان الأكاديمية. صحيح. أيوة. طيب أميرة، مثل ما كانت أنت عندك فكرة وطبقتيها وحصلتي فيها على جائزة ما شاء الله، وشاركتي في مختلف الملتقيات والمنتديات، أكيد في مثل أميرة شباب عمانيين وشابات عندهم أفكار لبحوث، أفكار إبداعية ربما لأشياء، لحلول لمشاكل، فإيش كلمتك لهم؟ يمكن أنسب شيء ممكن أقوله، يمكن كل الطلاب راح يفهموه، إنه لا تفقدوا الأمل ولا تيأسوا، لأنه في رحلة البحث العلمي الفشل أكثر من النتائج، يمكن هذا ما حد يقوله، هو اللي يدفع ربما للنجاح. أيوة، بس المشاكل والصعب والتحديات أكثر من النتائج والخلاصة اللي نطلع فيها في البحث. فأريد أقول لهم إنه نهاية البحث العلمي أو نهاية ما تخلصوا المشروع، سواء ماجستير سواء دكتوراه سواء بعد هذا، عندك مشروع عندك فكرة طبقتها، أول ما تخلصه النتيجة ما هي البحث ولا الورقة العلمية ولا الجهاز ولا المشروع، بس هذا فعلا النتيجة، بس النتيجة الأهم بالنسبة لي هو الفرد نفسه، لأنه كل هذه الصعاب كل هذه التحديات إحنا اكتسبنا مهارات. يعني أنا ما نفس الشخص اللي كنت فيه 4 سنوات اللي قبل 4 سنوات. أكيد طبعا. مهارات الاعتماد على النفس، الثقة بالنفس، مهارات حتى إدارة الوقت، حل المشاكل، هذه كلها مهارات. لولا هذه الصعاب والتحديات أنت ما وصلت بهذه الشخصية. فأنت شخصيتك كفرد ومهاراتك كفرد، أنت طلعت فيها من هذه التحديات، فحتى التحديات هذه والمشاكل يعني المفروض حتى نشكرها انها صنعت هذا الباحث وهذا الخريج وهذا الفرد. نعم طبعاً. اكيد العزيمه والاراده الحديديه ايضا موجوده وحاضره، بحيث فعلا تحقق جمله التطلعات والامال اللي تسعين لتحقيقها. اليوم نتكلم عن عمانيه حازت على المركز الثاني في ملتقى وفي محفل عربي، ما بعد حصولك على هذه الجائزه، ايش الخطه اللي في بالك راح تشتغلين عليها خلال المرحله المقبله؟ والله خطط كثيره ما شاء الله. بس مبدئيا انا باقي لي يمكن شهر شهر ونص ان شاء الله واخلص دكتوراه، بس بالنسبه لي هذه بدايه، انا الحين ما بديت، ولكن خطتي في المشروع نفسه هو انه لانه تطبيق حراري محتاج فرق في درجات الحراره مثل ما ذكرت، فاريد ادخل في الجهاز طاقه شمسيه عشان اقلل التكلفه بشكل اكثر من 50% من التكلفه، راح تقل نسبيا إذا دخلنا فيها الطاقة الشمسية، وإحنا الحمد لله موجودة معنا الطاقة الشمسية يعني طوال أيام السنة الحمد لله. الحمد لله. فإذا دخلنا فيها الطاقة الشمسية تكلفتها راح تقل جدا، وهذا شيء إيجابي ممكن من خلاله نفس الشيء أوصل جهازي أو مشروعي إلى مراحل متقدمة إن شاء الله بإذن الله. فهذه واحدة من الخطط. الخطط الثانية إنه حتى نسوق الغشاء نفسه، ما لازم كجهاز ولكن كغشاء. نعم. إنه الغشاء جديد، والغشاء فيه جزيئات نانونية مشتقة من النخلة العمانية للمرة الأولى، فهذا شيء جديد ممكن تسويقه
بعد ذلك. ففي خطط كثيرة يعني بإذن الله، وكل التوفيق إن شاء الله. نرجو لك أميرة بنت سليمان الغريبية، طالبة دكتوراه بجامعة السلطان قابوس والحائزة على المركز الثاني في الملتقى العربي الكويتي الثالث. شكرا جزيلا لك أميرة، يعطيك العافية وموفقة إن شاء الله. شكرا. شكرا. إذن ونحن نستمر معكم مشاهدين الكرام في قهوة الصباح، لكن بعد الفاصل كونوا معنا.